لا أعتقد أنه يوجد خلاف على أن ملف الصحة هو أحد أخطر وأعقد الملفات التي من الطبيعي أن تكون لها أولوية عند الحديث عن بناء أي نظام جديد في مصر. فبدون مواطنين أصحاء لا جدوى أصلاً من الحديث عن بناء مجتمع أو دولة أو نظام جديد. 72% من الإنفاق الكلي طالع من جيوب الناس في محور حقوقه بقى الإنسانية اللي احنا بنقول عليها حق المريض في الخدمة، لا يعامل معاملة طيبة، وأيضا الفريق الطبي اللي بيقوم بالخدمة لا يعامل معاملة طيبة من قبل النظام الصحي في مصر. توجد آلاف القصص التي تمثل نموذج لفشل المنظومة الصحية في مصر. اخترنا إحدى هذه القصص لتكون عبرة من الماضي حتى لا نقع في نفس الأخطاء التي أدت ولا تزال إلى إهدار المال والوقت والطاقات البشرية. قصة المئات من المستشفيات الحكومية التي تم بناؤها على مدى أكثر من 10 سنوات ثم أغلقت بعد أن كلفت الدولة ملايين الجنيهات. هي قصة عشوائية وتخبط في اتخاذ القرارات أدت إلى ضياع فرص العلاج على ملايين المصريين ولم يحاسب أحد. كانت المرة الأولى التي أسمع فيها عن موضوع مستشفيات التكامل الصحي. فبالصدفة وأنا بعمل ريسيرش عليها كان مقال نازل في روز اليوسف بيتكلم عن حاجة اسمها مستشفيات التكامل. التكامل، مستشفيات التكامل الصحي طبعا الحكومة مستشفيات قطاع عام. على حسب المقال ما هو كاتب إن هي تبع للحكومة، بس إيه اللي لفت نظرك بالتحديد إن المستشفيات دي موجودة؟ طيب ويعني هي كانت الفكرة أصلا فكرة إن هي الإهدار المال العام، يعني هي كانت مكتوبة إنها إهدار مال عام، إن في مستشفيات موجودة ومش شغالة. غريبة. يعني 500 مستشفى اتبنوا وما بيشتغلوش؟ ده اللي مكتوب في الخبر. الموضوع أثار اهتمامنا وحاولنا تتبع أي خيط يوصلنا إلى أصل القصة. وبعدين بقية المقال مكتوب إيه بقى؟ إن دي عبارة عن مستشفيات المفروض إن هي إن في منحة جت لنا من اليابان عشان نبنيها وقت المكان وزير الصحة دكتور إسماعيل سلام. وبالفعل أمسكت أميرة بطرف الخيط واتصلت بسفارة اليابان في القاهرة وكانت الصدمة. أخذوا تقريبا 4 أو 5 أيام ورجعوا ردوا تاني قالوا إنه لا. لا ما سمعوش، ما فيش الموضوع ده، ما فيش اي حاجه خالص اتعملت قبل كده، ما فيش منحه يعني لها علاقه باليابان خالص. التقارير الصحفيه التي تناولت ملف مستشفيات التكامل الصحي كان بها الكثير من التضارب في المعلومات، فعدد المستشفيات مثلا تراوح في بعض التقارير من 400 إلى 500، وتكلفه المشروع تراوحت من ملايين الى مليارات، وكذلك جهات التمويل وقرارات بناء وإغلاق المستشفيات، كلها معلومات متضاربة ومتباينة. الحل الأوقع كان الاتصال مباشرة بالجهات الرسمية للحصول على معلومات أكثر دقة. اتصلنا بوزارة الصحة ووجهنا بناء على طلبهم خطابا رسميا للحصول على معلومات أساسية عن عدد مستشفيات التكامل الصحي على مستوى مصر. ومن خلال البحث في الموضوع وجدنا أن عدداً من المواطنين قد تقدموا بطلبات إحاطة وبلاغات إلى النائب العام يتهمون فيها وزير الصحة الأسبق حاتم الجبلي بإهدار المال العام بعد قراره بإغلاق مستشفيات التكامل الصحي على مستوى الجمهورية وتحويلها إلى ما يسمى بوحدات ومراكز لصحة الأسرة. السؤال إذن، لماذا قرر الجبلي إغلاق المستشفيات أصلاً؟ خصوصاً أن بعضها على الأقل كما ورد في بعض البلاغات كان يعمل ويقدم خدمة للمواطن في قرى محرومة من الخدمات الصحية. أثناء محاولة الوصول إلى الجبلي قررنا الذهاب بأنفسنا لنرى واقع هذه المستشفيات ونرصد موقف الناس ونحاول أن نتوصل إلى حقائق جديدة قد تجعل الصورة أكثر وضوحاً. مستشفى صفت الخمار بالمنيا أنشئ عام 90 وتم افتتاحه كمستشفى تكامل صحي عام 98 في عهد الدكتور إسماعيل سلام وزير الصحة الأسبق. وفي عام 2008 تم إغلاق المستشفى وتحويله إلى مركز لصحة الأسرة بقرار من الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة آنذاك. العاملون هنا أكدوا لنا أن المستشفى كان يتردد عليه ما يقرب من 200 مريض يومياً وتجرى فيه 7 عمليات أسبوعياً ما بين صغيرة ومتوسطة. الخدمة الصحية المقدمة انحصرت في مكان لتطعيم الأطفال ومتابعة الحمل إضافة إلى عيادة أسنان، وبالتالي أصبح باقي المبنى أي أكثر من نصفه مهجوراً بعد أن توقفت العمليات الجراحية تماماً وأغلقت عنابر المرضى الذين استقبلهم هذا المكان في الماضي. المستشفى
العمليات كانت كويسه في الاول وموفر للناس الفقراء اللي هنا بتدخل عادي بحاجه رمزيه يعني كده، لكن الوقت ما فيش منعوها الوقت من هنا. انا لما اكون عندي مراتي او عندي ابويا او عندي ابني واجيبه هنا واجي اعمل له عمليه ما بغرمش فلوس، اخش مجاني اقعد الساعه 2 3 امشي. لكن لما اكون عندي ابني واخده اعمل له عمليه في المنيا عاوز اركب اجره وعاوز اقطع تذكره هناك وعاوز اقعد ساعه واتنين واجي، يعني بدل ان انا مدي المريض بتاعي 10 جنيه او اللي رايح اجمله 10 جنيه عم استهلكها في المواصلات. كيف كان الحال قبل اغلاق المستشفى في سنه 2008؟ لا كان التردد اكتر من كده طبعا عشان العمليات والقسم الداخلي. معظم العمليات بتعمل هنا عمليات صغيره عمليات متوسطه. زي ايه يعني؟ ادينا امثله على بعض العمليات، انواع العمليات. المراره، الفتاء، عمليات استئصال رحم اتعملت هنا، عمليات الدوز كان في اخصائيين انف واذن، بس للاسف مره واحده قالوا قفلوها بسبب توفر بعض اجهزه في اوضه العمليات. دي ما كانتش متيسره بالنسبه لنا ماديا ان احنا نجيبها. اللي هي ايه بقى؟ اجهزه خاصه بالعمليات، اوضه عنايه مركزه، ارهاقه، جهاز منطر للعمليات، جهاز قياس اكسجين، يعني موضوع على بعضه بتاع ربع مليون جنيه كده. هل الاهالي كانوا مستعدين يتبرعوا بالاجهزه دي او يتبرعوا بالفلوس اللي تجيب الاجهزه دي؟ فيها عائلات كان ممكن، فممكن هيساهموا بجزء كبير يعني. هل كان بالفعل ممكن يتم اجراء هذه العمليات في ظل عدم وجود لا عنايه مركزه ولا غرفه افاقه، ولا ده كان بيسبب ربما يعني مخاطره على حياه المريض؟ لا الحاجات دي بالنسبه للعمليات الكبرى اللي بتحتاج بنج كلي. انا كل عملياتي كان ببنج نصف. تركنا المنيا ومعنا اسئله جديده بلا اجابات. فاذا كانت مستشفى صفت الخمار تم اغلاقها لان ليس بها غرفه عنايه مركزه وبالتالي فهي غير مطابقه للمواصفات، فكيف سمح اصلا ببنائها؟ بعد الفاصل. ضغوط شعبية، أعضاء مجلس الشعب، ضغوط مجتمعية. يتضح لنا حجم التخبط والعشوائية الذي طال مستشفيات التكامل في أغلب محافظات مصر. أي مستشفى مش مجهزة أو مش مطابقة للكود يمكن إعادة تأهيلها إنها تطابق الكود. بدأنا التساؤل عن أسباب إغلاق مستشفيات التكامل الصحي، ثم اكتشفنا أن بعضها لم يكن مطابقاً للمواصفات. الدكتورة حنان أنور المهندسة الاستشارية أوضحت لنا أن المعايير الهندسية التي تم إغلاق المستشفيات على أساسها لم يكن لها وجود قبل عام 2009، بينما تم وضعها بعد أكثر من 10 سنوات من بداية بناء المستشفيات. ولكن يبقى السؤال، هل إغلاق المستشفيات كان الحل الوحيد؟ أي مستشفى مش مجهزة أو مش مطابقة للكود يمكن إعادة تأهيلها إنها تطابق الكود. الهندسة ما فيهاش مش ممكن. ممكن مراجعة التصميم وإعادة تصميمه بحيث إنها تطابق الكود والمعايير الهندسية. في محافظة دمياط كان يوجد 13 مستشفى تكامل صحي، تم تحويل 12 منهم إلى وحدات ومراكز لصحة الأسرة. زي واكرة كده من ورا. زي وكان في قله ادب بيحصل بقى واحنا في اول ما اتفلعت قال لك مستشفى طوارئ محدش كان بيسال عنها كمان. كان في صور؟ لا كان في صور بس الابواب كانت مفتحه. يعني ايه قلبوها وقت؟ مش فاهمه يعني ايه، عشان مهجوره ناس بتدخل تاخد فيها مخدرات؟ مخدرات، وكانوا فيها ناس جوه وقله ادب وشغل وحش. هذه إحدى مستشفيات التكامل الصحي بدمياط، تكلفة المبنى حسب تقديرات البعض وصلت إلى 7 مليون جنيه مصري. الغريب في الأمر أن هذا المكان الذي تم الانتهاء من بنائه عام 2002 وكان من المفترض أن يكون مستشفى ومركز طوارئ لحوادث الطريق السريع لم يفتتح أصلاً، وظل مهجوراً لسنوات إلى أن تم تحويل جزء منه إلى وحدة صحة أسرة، أي مكان لا تجرى فيه العمليات، فقط متابعة الحمل وتطعيم الأطفال، به ممارس عام وطبيب أسنان. استاذ عزه، ايه الجزء ده بقى؟ ايه الجزء ده؟ مش شغال؟ لا ده مش شغال. دي كلها اوض مقفوله، يعني الدور ده بحاله مش شغال غير الغرف اللي كانت مستشفى تكامل. لكن بعد ما لما ما اتفتحتش مستشفى تكامل واتعملت وحده صحه اسره، اصبح الدور ده كله مش كله ملغي. طب نقدر نطلع الدور الفوقاني؟ ده مكتوب قسم داخلي بطنه واطفال وحضانات. في اي حاجه من دي شغاله هنا؟ لا. يعني حطوا اليوفط بس، لكن ما فيش حاجه شغاله. غرفه كشف اطفال.
على بعد 10 دقائق بالسيارة تقريباً من مستشفى شط التكاملي وجدنا مستشفى تكامل آخر بقرية غيط النصارى بدمياط. نفس القصة تقريباً، تكلفة بناء كبيرة بلغت حسب تقديرات البعض 10 مليون جنيه مصري. وبالرغم من هذا لم يتم افتتاح هذا المبنى أو استخدامه أبداً كمستشفى منذ أن تم الانتهاء من بنائه عام 2002، وفي عام 2009 تحول هذا المبنى إلى وحدة لصحة الأسرة. ما هي المعايير التي يعني على أساسها تم قرار إنه هذه المستشفى تعمل كمستشفى أو يتم تحويلها من مستشفى حتى إذا كانت تعمل أو لا تعمل إلى وحدة أو مركز صحة أسرة؟ المعايير إن يكون عندنا المكان عدد سكانه 100,000 أو أكتر، وده كان متوفر مثلا في ميت أبو غالب عملناه مستشفى مركزي. كويس، ده أول معيار. ده معيار، والمسافة بينه وبين المستشفى حوالي 20 كيلو. إذا كانت هذه المستشفيات عندما بدأت تعمل كان التردد عليها بسيط زي ما حضرتك قلت، في بعض الأحيان يمكن المسافة بين واحدة والتانية صغير، من خطط لبناء كل هذا الكم من المستشفيات في دمياط مثلا؟ لو خدنا دمياط على أنها مثال بما أننا في دمياط، كان قبل كده ضغوط شعبية، أعضاء مجلس الشعب تقعد، ضغوط مجتمعية حضرتك معايا بتعمل الطلبات دي كلها. ازاي بقى؟ يعني ايه ضغوط شعبية؟ ازاي يعني اعضاء مجلس الشعب يروحوا هم يطلبوا بناء مستشفى مثلا؟ يطلبهم ويكون في تمويل متاح يتنفذ المشروع بغض النظر اذا كان هذا المشروع سيلقى تردد ولا لا من الجمهور. دي حاجه مشكلتنا والوقتي لما طلع عندنا والحضرتك من حوالي اللي سرجت وزاره للمنشات الصحيه، الوحده الصحيه عشان نعمل وحده في قريه، وعايز تكون قريه اللي اقل عن 5000 نسمه، بينها وبين اقرب وحده صحيه 5 كيلو. هنضيف دمياط وحدات قريبه جدا من بعضها وسكان 1000 2000. يعني هذه معايير جديدة لم تكن موجودة من قبل. معايير جديدة. معايير إغلاق المستشفيات كما علمنا من مسؤول مديرية الصحة وضعت بعد سنوات من إغلاق المستشفيات. رحلة البحث في ملف مستشفيات التكامل الصحي أوصلتنا إلى عدة حقائق وبعض التخمينات وتركتنا بلا إجابات على بعض الأسئلة، خاصة بعد أن رفضت وزارة الصحة أو بالأحرى إدارة الأمن بالوزارة طلبنا للحصول على بعض المعلومات الأساسية. عدد مستشفيات التكامل الصحي حسب التصريحات الرسمية هي 544 مستشفى تم بناؤهم ابتداءً من عام 97 في عهد الوزير الأسبق إسماعيل سلام، ثم استمر بناء المستشفيات في عهد الدكتور عوض تاج الدين، ثم الدكتور حاتم الجبلي الذي أصدر قراراً بإغلاق جميع مستشفيات التكامل في عام 2008. تم تحويل 400 مستشفى إلى وحدات لصحة الأسرة والإبقاء على 44 مستشفى فقط لمطابقتها للمواصفات مع تغيير الاسم لمستشفى مركزي به. وهناك ما يقرب من 100 مستشفى لم يتم الانتهاء من بنائهم بسبب خلافات مع المقاولين، وتشير بعض التقديرات المتواضعة إلى أن تكلفة بناء المستشفيات تصل إلى أكثر من 1 مليار جنيه مصري. احنا متفقين ان هذا التضارب، هذا اللخبطه وصعوبه الحصول على المعلومات الموثوق فيها اصلا، يعني ده الفصل الثاني من شغلنا، بس احنا عايزين ناس تتكلم. يعني مش يكفي ان احنا نتكلم، ناس رسميين. عايزين ناس. انا في رايي بصراحه يعني موافق تماما، احنا نبذل اقصى جهد ان احنا نحاول نتكلم مع حاتم الجبلي وسلم. هو سلم في امريكا، فالحال باي شكل من الاشكال نعرف ليه ده بناهم وليه التاني حد بجبلي. انا اشك في الظروف دي ان هو يتكلم. النائب العام بيبص في البلاغات دلوقتي في حاجات ضده، لكن بس ملهاش علاقه بالموضوع ده. الاداره الماليه ممكن يحب يدافع عن نفسه، يعني ممكن يلاقي نفسه في فورم عنده استعداد. انا في رايي الشخصيتين دول لان هما شخصيتين محوريتين جدا
في الحدوته دي كلها، لازم يكونوا في الفيلم ده او حد قريب منهم، او حد قريب منهم، لو مش هم يبقى حد قريب منهم. بعد الفاصل نضع المسؤولين في المواجهة. هو مفيش حاجة على مستوى العالم اسمه تكامل، صح؟ ده كلام مهرجين. أي حد عاقل أصلح المواصفات ولا أقفل المستشفى؟ رحلة البحث عن الوزيرين السابقين قادتنا في النهاية إلى الدكتور إسماعيل سلام الذي يعيش في الولايات المتحدة والذي وافق على إجراء مقابلة معنا عبر سكايب. أما الدكتور حاتم الجبلي فقد فشلت كل محاولاتنا في الوصول إليه، خاصة بعد أن تضربت الأنباء حول وجوده في مصر أو انتقاله إلى كندا. ولكن غياب الدكتور الجبلي لم يمنعنا أبداً من الوصول إلى إجابات حول قرار إغلاق مستشفيات التكامل الصحي، بعد أن أجرينا حواراً مع الدكتور هشام شيحة الذي عمل مساعداً للجبلي وقت صدور هذا القرار. بص يا فندم، هو مفيش حاجة على مستوى العالم اسمه تكامل صحي. يعني إيه مستشفى التكامل الصحي؟ يعني هو أنا عايز أقول لحضرتك حاجة، هي هل هذا مشروع قائم بذلك؟ لا، هو ده كلام من أيام الدكتور إسماعيل سلام برضو، كان مش لا ملوش علاقه بالاصلاح الصحي. احنا لما جينا في الطب العلاجي، انا فاكر كويس في 2006 قلنا للتخطيط وقف بقى السنه لما نعمل تقييم، وعملنا تقييم لهذه المستشفى اللي تنفع مستشفى. تقييم على اساس ايه؟ تقييم على اساس المبنى، هل يصلح مستشفى ولا لا، في قوة بشريه تشغله ولا لا، اقرب مستشفى له ايه. انا كنت فاكر ان احنا حاطين المعايير اقرب مستشفى 15 كيلو، انا مش هقعد اعمل مستشفى بين مستشفى والمستشفى 2 كيلو او 3 كيلو، ما يبقاش عشوائي، ويكون فيها نسبه تشغيل او نسبه اشغال. من 544 في 44 نفعوا يبقوا مستشفيات وطلع لهم قرارات بقت مستشفى مركزي، سميناها مستشفى مركزي به، مستشفى 50 سرير، واشتغلت. طب ما كانش ينفع الاستفاده من هذه المستشفيات بشكل مش مختلف؟ مستشفى، المستشفى لها معايير عالميه، يعني هل ينفع في مستشفى ماذا ينقص يعني من غير اسم طوارئ بالفعل. من غير اسم طوارئ في مستشفيات ما فيش فيها بنك دم، مش هقول لك بقى مشرحه ومطبخ، وما كانش ينفع ان ده يتم اضافته. اقصد انه هتضيف ازاي، مباني معموله ازاي، معظم مستشفيات التكامل دي، بس كل الكلام ده على ايدينا. وحده صحيه دور، عضو مجلس الشعب، في منهم مجلس المحلي، بنى دور تاني وبنى دور تالت على الوحدة الصحية اللي هي كانت أصلا مباني بيت وسمي مستشفى عام. على مدار التجربة يعني أنا رجيت الوزارة هنا 2006، 2007 كنا موقفين، لأن ثبت أولا إن نسبة الإشغال أقل من 1%، فيها تجهيزات ما بتشتغلش، ما فيش فيها قوة بشرية تشتغلها. كان مستشفى التكامل عشان تشغلها وتجيب لها قوة بشرية كنت تعمل لها ندب أطباء من أقرب مستشفى مركزي يروح هناك يومين، وأنا متأكد إن اليومين دول لا كان بيروح هنا ولا كان بيروح هنا. فيجب إن لما نلاقي فيه نموذج بنعمله وإحنا أخطأنا فيه لازم نصححه. إذن ألقى شيحة بالمسؤولية على وزارة إسماعيل سلام، وربما كان الجبلي سيفعل نفس الشيء، ففي رأيه كان بناء مستشفيات التكامل بدون تخطيط جيد مما أدى إلى حتمية إغلاقها لمنع إهدار المال العام. بعض مسؤولي وزارة الصحة اللي تحدثوا أنه بعض هذه المستشفيات لم يتم تجهيزها، بعض هذه المستشفيات لم نستطع أنه يعني نوصل لها طواقم طبية متخصصة، وبالتالي هم رأيهم أن ده كان إهدار للمال العام. رد بسيط جدا، اليد التي تغلق النجاح ده إداريين فاشلين، دول إداريين لازم يحاكموا بتهمة الفشل. ليه بقى؟ لأنك أنت جيت إداري، جيت استلمت تركة، التركة دي مش ملكك، دي ملك الفقراء بتوع مصر، ولكن لم تعرف كيف تحافظ عليه. وبعدين جاي في الآخر بقى عاوز يطلع سبب، ده مش أنا السبب، ده أنت السبب. بناء المستشفيات كرشاوة انتخابية هي أكثر مقولة استفزت الدكتور سلام. دي عبارة عن سفالة سياسية، بس دي مستشفيات يا فندم كانت شغالة بالفعل وبتخدم المواطنين. ايه يعني ايه فكرهم؟ يعني اقصد هم استفادوا ايه باغلاقها؟ جاء بعدي من يقول عاوزين ايه، قال لك لازم نتخلص من المصاريف بتاعت الصحة. دي بقى اسمها الخصخصة والعولمة والبتاعة والحاجات اللي هي، لان السياسات اللي كانت قايمة لم تعد تصلح. هو حط فلسفة تانية للنظام، فلسفة أنا لن أصرف على القطاع العام. طرحنا على الدكتور سلام كل المبررات التي استندت عليها وزارة الصحة المصرية لإغلاق المستشفيات، ومن ضمنها غياب غرفة عناية مركزة في بعض المستشفيات أو عدم وجود مصعد في البعض الآخر.
الحقيقة الأولى أن التبرير سهل. أنا عاوز أعرف المواصفات التي موجودة حالياً لما هو قال دي متنفعش وغير مطابقة للمواصفات. أنا عاوز أسأل كده، أي حد عاقل أصلح المواصفات ولا أقفل المستشفى؟ عشان أقفل المستشفى لازم أبقى عندي بدائل. ما أقولش بقى إيه طب ده المستشفيات دي غير مطابقة أقفلها. أنا أقول طيب كم واحدة نقدر نصلحها كذا وكذا، كم واحدة عايزة كذا، ونمرة اتنين أدور على الناس اللي من هذه القرى اللي يقدروا يساعدونا، اللي يقدر يركب أسانسير، اللي يقدر. إنما أقول له طب يا سيدي عليكم في الدور الأولين بلاش تطلعهم فوق. طب دكتور سلام، هل تتفق حضرتك هل تتفق مع فكرة إنه المستشفى عشان يكون قائم ونقدر نجهزه ونقدر نجيب يعني متخصصين في كل التخصصات الطبية لابد أن يكون هناك مستشفى لا يقل عن المستشفى اللي بعده مسافة 15 كيلومتر إنه يخدم 100,000 نسمة وأكثر، ولا حضرتك شايف إن دي يعني معايير ليس لها؟ ده كلام مهرجين. ما هو قائم عندك ده زي الاستثمار، انما هو كانت الفكره ايه؟ خلونا نتخلص من بعض المستشفيات عشان يدخلوا فلوس للدوله. وهكذا وصلنا الى المربع رقم 1 مجددا. فكما القى الدكتور هشام شيحه من قبل بالكره في ملعب الدكتور اسماعيل سلام، ها هو الدكتور سلام يلقي بالمسؤولية على من اتخذ قرار إغلاق مستشفيات التكامل الصحي، أي على وزارة الدكتور حاتم الجبلي. ففي ظل غياب أي آلية لمحاسبة المسؤولين، وفي ظل انعدام مبدأ الشفافية والتكتم حتى على أبسط المعلومات، يكون من الطبيعي جدا أن يفلت الجميع من العقاب، ويكون من الطبيعي أيضا أن يتنصل كل وزير وكل مسؤول من المسؤولية بإلقائها على خلفه أو سلفه. عايزة إجابتي؟ انا لو صاحب القرار اسيبها زي ما هي لو شغاله بالفعل. ده. طيب لو قالوا لهم انه لا احنا لو فيها اطقم مدربه وشغاله والناس راضيه عنها ومعدلات التردد فيها معقول احولها المستشفى مركزي 200 شخص في اليوم احولها المستشفى مركزي. كويس. لما يتقال لهم انه عندكوش غرفه عنايه مركزه فهنقفل المستشفى ونحولها لمركز غرفه عنايه مركزه. لما نقول ان المستشفى دي لا تبعد 15 كيلو ولكن اقل من 15 كيلو من اقرب مستشفى ممثله فنقفلها. هنا 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 مفيش شيء مقدس في التخطيط. يعني لو في ناس بتستفيد من خدمه مستشفى معينه تكامل وانا عارف انها بره التخطيط الاستراتيجي الاساسي، كل خطة استراتيجية لها استثناءات ابقي عليها؟ ابقي عليها. هايل. يبقى حضرتك لو تضع دكتور علاء غنام يضع معاييره الخاصة للإبقاء على بعض المستشفيات أو إغلاق، ما هي معاييرك؟ الناس. الناس إذن هم الخاسر الأكبر، فالمليار جنيه الذي أهدر كان من الممكن أن يوفر أكثر من 7 مليون جلسة غسيل كلوي، أو أكثر من 5 مليون علبة دواء لعلاج فيروس سي، أو ما يقرب من 4,000 عملية زراعة كبد. المسألة في النهاية لا يمكن النظر إليها بشكل مبسط، المشكلة مشكلة نظام بأكمله. فطريقة عمل وزارة الصحة المصرية ومعظم الوزارات في مصر في ظل غياب المحاسبة والشفافية هو ما أدى في الماضي وسيؤدي في المستقبل إذا ظل الحال على ما هو عليه إلى مزيد من اتخاذ القرارات العشوائية.